هناك الملايين من هذه الأجسام المنتشرة في المجموعة الشمسية. العديد من هذه الكويكبات يقترب من الأرض وهي غنية بالذهب والبلاتينيوم والألومنيوم، كما أنها تحتوي على مياه قادرة على الانقسام إلى الأكسجين والهيدروجين لإنتاج وقود للصواريخ. لذلك تعتزم مجموعة من المتعهدين الأثرياء وأصحاب الملايين تعقب هذه الكويكبات واستخراج مواردها الطبيعية. هذا المشروع شبه الخيالي كان وراءه المخرج الشهير جيمس كاميرون ورئيس التنفيذي لشركة جوجل لاري بيج. إنني فخور اليوم بإعلان هذا المشروع الذي هدفه الاستفادة من موارد الفضاء على الأرض. سيتم تنفيذ المشروع عبر إرسال أجسام آلية إلى الفضاء لجمع عينات من هذه الكويكبات. هذا المشروع ليس بجديد، إذ أن بعض الحكومات نفذته سابقاً وكفى مئات الملايين من الجنيهات. يعتقد العديد من المراقبين أن المشروع الجديد لن يحظى بالدعم المطلوب لتنفيذه نظراً للأموال الطائلة التي يحتاجها. مشروع يكلف أموالا طائلة، لكن مع نفاد الموارد الطبيعية على الأرض ربما يتعين على سكانها البحث في الفضاء.